وللتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات وسارعوا، يعني والسابقون السابقون دائما في أمور الدين، في أمور الطاعة، في أمور العبادة، يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإسراع في الايه، في الطاعات وفي العبادات والتنافس فيها. التنافس في الصلاة، التنافس في الصيام، التنافس في الإتيان إلى بيت الله، التنافس في الصدقة، التنافس في قراءة القرآن. إنما في أمور الدنيا لا، أمور الدنيا يعني الله سبحانه وتعالى ينهانا عن التنافس فيها، لأن التنافس في أمور الدنيا ربما يقود بعض الناس إلى ليه، إلى الحقد وليه والحسد والضغينة وليه والكراهية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي نفس الوقت يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين أن ننظر إلى من هو أعلى. يعني واحد مثلا أنت بتشوفه بيأتي إلى المسجد تقول له: طب هو ده أحسن مني في إيه؟ ما أنا أستطيع، ما أنا عندي سيارة مثله وأستطيع أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. واحد يقرأ القرآن، فأنت تقول له: وهو يعني هو أيضا أحسن مني في أي شيء، يعني أنا أجتهد أيضا في الطاعة وفي العبادة وأقرأ في كتاب الله. وكذلك بعملية التنافس في الإيه، في الطاعات وفي الصيام. لكن في أمور الدنيا لا تنظر إلى من هو أقل، ولا تنظر إلى من هو إيه، إلى من هو أعلى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وإيه، خير وأبقى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو إيه عليه. يعني إذا نظرت في يوم ما إلى من هو أعلى منك، سواء في الصحة، سواء في العمل، سواء في المال، سواء في السيارة، فبالتالي انظر إلى من هو إيه، انظر إلى من هو أقل. لأنك لو داومت النظر إلى من هو أعلى منك فسيقودك هذا إلى ازدراء أو احتقار نعم الله سبحانه وتعالى عليك. ومن الممكن أن تكفر بنعمة الله عز وجل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لإن شكرتم لا أزيدنكم، لإن شكرتم لا أزيدنكم، ولإن كفرتم. ولإن كفرتم معناه ليس معناه كفرتم به، وإنما ده معناه الكفر بنعمة الله، هذا كفر دون كفر كما يقول الإمام ابن تيمية. يعني كفرتم بنعمه، ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. لأن بعض الناس بيكفر بنعم الله، لا يرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه، دائما التشقي ودائما التسخط، عدم الرضا، عدم القناعة، فده اسمه كفران وجحود بنعم الله. ده قليل من عبادية ليه؟ الشكور. ولذلك قال سبحانه وتعالى في قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا بنعم الله، وهل نجازي إلا ليه؟ إلا الكفور. كفور يعني سواء كفر بالله أو كفر بنعم الله. إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود بنعم الله سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان لو داوم النظر إلى من هو أعلى في أمور الدنيا ربما يقود هذا إلى ليه؟ إلى الكنود والنكران والجحود بنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا أن ينظر إلى من هو أقل. لأنك أنت حتى ولو كنت يعني قليل من الناحية المالية أو من ناحية العمل فستجد في الناس من هو أفقر. وإذا كنت مريض بأمر ما فستجد في الناس من هو أشد مرضا. ولو كنت مثلا تداوم النظر إلى من هو أعلى منك ووصلت إلى المنزلة التي تطمح الوصول إليها، طالما وصلت إلى هذه المنزلة وأنت أصلا قد عودت نفسك على النظر إلى من هو أعلى، حينما تصل إلى هذه المرتبة ستجد من هو إيه؟ من هو أعلى، صح ولا لا؟ لأنه ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولن يملأ عين ابن آدم إلا ليه؟ إلا التراب. ولن لو كان لابن آدم واديا من إيه؟ من ذهب. شوف وادي من الذهب، نتمنى يعني ده واد من الذهب، ده يعني لو عاش حياته وينفق في هذا المال يعني لن ينفل، ومع ذلك يتمنى أن يكون له واديا. ولو كان له واديان نتمنى أن يكون لهم إيه؟ ثالث. ولن يملأ عين ابن آدم إلا ليه؟ إلا التراب. فبالتالي الإنسان يعود نفسه على هذا الأمر، اللي هو في أمور الدين ينافس الناس في الطاعة وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، في أمور الدنيا ينظر إلى من هو إيه؟ إلى من هو أقل.